عماد زيادة، ياسين التهامي، نعمة الأفوكاتو، ثلاث أسماء عاملين ضجة في السوشيال ميديا، خصوصاً عماد زيادة اللي فجأة وبرؤية محمد سامي حوله من ممثل بيلعب دور تاني إلى جان وأمنية كل واحدة في مصر، اللي بقى بوست منتشر على السوشيال ميديا دعاء كل السيدات اللهم ارزقنا بياسين التهامي. مين ياسين التهامي؟ هو المنتج عماد زيادة، أو كما قيل عنه في الفترة الأخيرة الملياردير عماد زيادة، لأنه صرح وقال ان مجموعه العربيات اللي ظهرت خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو دي عربيات امتلكها. عماد زياده منتج فني انتج العديد من الاعمال الفنيه، ومن اشهرها تاجيره لمسرح الزعيم بالهرم وعرض وانتاج مسرحيه اهلا رمضان للنجم محمد رمضان. عماد زياده كان في ايده كمنتج انه في البدايه يطلع بطل، انما بداها بدور صغير، كبر الدور وفجاه بقى ترند. عماد زياده الملياردير الفنان.